بمناسبة أنا هنا وأنا هتكلم لازم برضو أتكلم عن، لأنه ناس كتيرة سألتني في هذا الأمر. محمد هاني لازم يقعد مع نفسه، لأنه محمد عنده أفضل، عنده محمد هاني بتاع بايرن ميونخ هو اللي احنا شفناه امبارح. لازم محمد يقعد مع نفسه خلال الفترة اللي جاية ويعرف ان هو واحد من افضل الباكات اللي بيلعبوا في هذا المكان. محمد هاني عدى، محمد هاني عنده كام سنة يا شباب؟ يعني حد يقول لي. عدى مرحلة الناشئين، وعدى محمد 26 27 سنة تقريبا يعني على ما اتذكر. فعدى مرحلة الناشئين وعدى، بالعكس الناس بتتعلم منك يا محمد، او من المفترض ان هي تتعلم منك دلوقتي. فلازم تاخد بالك في امور كثيرة جدا جدا جدا. على فكرة انا محمد من اقرب الناس لقلبي، هو عارف هذا الكلام، يعني انا ما عنديش مشكلة، ولكن ده كلام بقوله لانه لازم تعرف ان اللي حصل امبارح ان هناك بعض الاخطاء بتحصل فنية جوه الملعب، ولكن ان هي تتكرر هي دي المشكلة. لازم تحل الاخطاء اللي عندك، مش محمد بس، محمد وكل لاعب عنده اخطاء فنية في الملعب، ولكن محمد لانه امبارح، مش محمد عنده افضل من كده 100 مرة. كل مجموعة اللاعبين اللي موجودين عندهم افضل من كده مليون مرة. بجد انا بتكلم بمنتهى يعني من قلبي. عندهم كلهم عندهم افضل من كده كتير كتير. فأي حد شايف ان هو مقصر، من رأيي ان هو يقعد مع نفسه ويقول انا مقصر ويتقبل الانتقاد، لان الجمهور ده حضرتك هو اللي بيطلعك السما وهو اللي بينزلك. الماتشات الكبيره بتتلعب على تفاصيل صغيره جدا. هو ايه الفرق ما بين، انا اسف جدا، ايه الفرق ما بين محمود الخطيب النجم الاسطوري، سيبك من رئيس النادي، من النجم الاسطوري الكبير في كره القدم، وما بين اي اسم تاني؟ ليه ناس دايما بتتذكر الكابتن محمود الخطيب؟ عشان كان موجود في اللحظات الصعبه. اللحظات الصعبة هي اللي بتعمل النجوم الكبيرة.